لا عبدو حياك الله. عبدو يعني برا الملعب واضح انه يأس له اكثر اناقه من بلا، ولكن داخل الملعب من الاكثر. ما اتكلم عن اللبس الحين، اتكلم فنيا يعني. اتكلم فنيا يعني، ارجو انك فهمتني. ايه لا فهمتك، انا ما احتاج الثنائيات بيننا ممتاز. انا اول شيء امسي عليك وعلى النجم الكبير الكابتن خميس الزهراني وعلى جميع المتابعين. والله شوف اللبس زين، عرفت، بس انه يعني هذا، انا اعطيك مثال بسيط لو تسمح لي على السريع ولا يزعلون منا المدريديين. فليك راح مدرب البرشلونه، راح بجنز وفاز، يعني الموضوع مش تشخيص يعني. لا لا لا، احنا قدمنا حياته الخاصه، هذه حياته الخاصه معه. بس في الملعب من الاكثر اناقه فنيه؟ فنيه لا لا، التاريخ والاناقه الفنيه والاداء كمدرب يعني كمدرب شتان. كمدرب مين الاكثر اناقه في قياده فريقه؟ ما عرفته. لا لا، صعب الحكم بحكم ان بلان لسه جديد. لا لكن ياسلي اخذ وقته، اخذ وقته وكافي صراحه.